أهلا بكم مع جولة جديدة في مرافق شركة المشروعات السياحية المنتشرة في مختلف أرجاء دولة الكويت لمتابعة أنشطتها من خلال برنامجكم الأسبوعي نحن أصدقائك. إذن أهلا وسهلا بالجميع أينما كانوا يتابعون الفضائية الكويتية. أعزائي المشاهدين، ضمن استعدادات شركة المشروعات السياحية لانطلاقة البطولة الأولى للرياضة المتنوعة والتي ستنطلق في دولة الكويت لأول مرة، عقد رئيس اللجنة المنظمة لهذه البطولة خالد بن سبت مؤتمرا صحفيا، وذلك في نادي اليخوت حضره الجهات المشاركة في هذه البطولة. إليكم جانبا من كلمة السيد خالد بن سبت رئيس اللجنة المنظمة لهذه البطولة. طريقة إعداد السباق أو الانطلاق راح تكون أيضا ترتيبها بشكل ميسر للمتسابقين. راح يطلب منهم أن يكون ليلة السباق أو يعني ليلة تسبق السباق الكل يكون موفر دراجات الهوائية في نقطة انطلاقها اللي هي شاطئ العقيلة، وفي صباح اليوم الثاني قبل بداية السباق راح يصير تجمع في نادي الشعب من قبل كل المتسابقين. راح يتم نقلهم بباصات مخصصة إلى شاطئ العقيلة، من هناك راح يستغلون دراجاتهم وينطلقون فيها بالمسار اللي تم تحديده. وبعد نهاية السباق راح يتم، طبعا سياراتهم راح تكون موجودة عند نهاية السباق، فهذه أمور أيضا تيسر لهم أن بدل كل واحد بيروح في وقت معين، واحد بيقعد، واحد بيستمتع في الحفل اللي راح يصير بعد الختام، هذه متروكة لهم، فسياراتهم موجودة، راح يكون بعدها الكل حرية تصرف انه ياخذ سيارته وينتقل الى موقع اللي هو ترك فيه الدراجة الهوائية في نادي رأس الأرض، يستلمها من هناك ويتوكل على الله. وحول مشاركة وزارة الداخلية في تنظيم البطولة الأولى لشركة المشروعات السياحية للرياضة المتنوعة كان لنا هذا اللقاء مع الملازم أول طارق السداني. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لك أخوي سعد. طبعا دائما وزارة الداخلية تسعى إلى التعاون مع جهات الدولة ووزاراتها في تنظيم الأنشطة الاجتماعية اللي تقوم فيها، وخاصة إذا كان فيها تواجد من الجمهور. اليوم تواجدنا هنا لنساعد في تنظيم يوم الرياض المفتوح اللي هو مسوين عن للجري والدراجات الهوائية وأيضا للسباحة اللي تقوم فيه شركة مشروعات سياحية. دور وزارة الداخلية راح يكون منقسم على محافظتين، هي محافظة مبارك الكبير اللي راح يكون في بدايتها من شاطئ العقيلة لغاية فندق شاطئ المسيلة، ومن ثم تسلم محافظة حولي ومديرية أمن حولي ودوريات حولي أيضا زمام الأمور لغاية نادي الشعب البحري. راح تكون إدارة العمل للدوريات موجودة معانا اللي هم راح يرافقون المتسابقين من شاطئ العقيلة لغاية فندق شاطئ المسيلة، لما يبدلون اللي هم المتسابقين يبدلون من الجري لغاية الدراجات، وأيضا راح دوريات حولي راح تستلمهم من فندق شاطئ المسيلة إلى غاية نادي الشعب على امتداد خط السير، ومن ثم أيضا عندنا هناك نقطتين أمن راح تكون متواجدين، الأولى في نقطة البداية والثانية في نقطة النهاية، وذلك لتنظيم الأمور هناك لا سمح الله في حدوث أي شيء، خاصة أن هناك حفل بداية وأيضا حفل في النهاية وراح يكون هناك تواجد عائلات. كذلك أعزائي المشاهدين، كان لنا هذا اللقاء مع ممثل جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج الذي تحدث عن دور الجمعية في تنظيم هذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه مو المرة الأولى اللي يشارك فيها جمعية الهلال الأحمر الكويتي بأنشطة كثيرة مع المشروعات السياحية، لكن هناك تعاون كبير في جميع الرياضات اللي تقوم فيها طبعا مشروعات سياحية. هذه الرياضة طبعا لها
يعني خاصية لأنها الأولى بالكويت ومسافتها طويلة. طبعا حبينا طبعا دعتنا المشروع السياحي أن نشارك بمتطوعين في هذا السباق، وطبعا راح نكون إن شاء الله بإذن الله مساندين إلى إخواننا الطوارئ الطبية، راح يكون معنا سيارات الأسعاف والشباب المتطوعين المسعفين راح يساندون الطوارئ الطبية طبعا في عمليات لا سمح الله لو حصلت أي إصابات لهؤلاء اللاعبين إن شاء الله يعني في السباق. أخوي يوسف، يعني فهم من كلامك أن المتطوعين اللي من جمعية الهلال الأحمر الكويتي راح يتواجدون على طول امتداد خط البطولة؟ احنا طبعا نضع جميع امكانياتنا طبعا مع الطوارئ الطبيه حتى نكون مساندين لهم في هذه الخدمه الطبيه. راح يكون عندنا متطوعين لهم طبعا تصريح او ليسن للعلاج، وهناك متطوعين ايضا راح يكونوا في المواقع ننشرهم، متطوعين ذو خبرات بدورات هذه الاسعافات الاوليه راح يكونون بالامتداد حتى لا سمح الله لو السياره تكون سياره الاسعاف بعيده يكونون هذه هؤلاء المتطوعين قريبين للمصابين ويقومون بالخدمة الفورية إن شاء الله. نعم. إذن في النهاية راح نشوف إحنا المتطوعين جمعية الهلال الأحمر الكويتي وهم لابسين القميصهم الأبيض المعروف ومتواجدين على طول خط سير البطولة إن شاء الله، ونتمنى أن يكون ما في إصابات على أساس يكونون، لكن طبعا راح يكونوا متواجدين في كل المواقع اللي راح يشيرون لها الأخوان في المشروعات الساحية أن يتواجد فيها مسعفين من الهلال الأحمر الكويتي. الأخ خالد بن سبت مدير إدارة الشواطئ والأندية البحرية في شركة المشروعات السياحية وأيضا رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأولى التي تنظمها شركة المشروعات السياحية للرياضة المتنوعة، بدنا أن نتعرف على أبرز النقاط التي أثرتها أثناء المؤتمر الصحفي. أبرز النقاط اللي أثرناها كان بالدرجة الأولى اللي هي مسار السباق أو المسابقة بشكل عام. كان الاقتراح الأولاني أنه يكون في جري من شاطئ العقيلة إلى شاطئ المسيلة وبعدين انطلاق بالدراجات وتكملة السباق والسباحة في نادي الشعب، لكن بعد مراعاة لمسار السباق وظروف المتسابقين حبينا أن نكون بطريقة أن تكون أكثر سلاسة. فحاليا قرر بأن يكون السباق بداية من شاطئ العقيلة بالدراجات الهوائية لغاية النقطة الثانية اللي هي نادي راس الأرض، ومن هناك يصير انطلاقة الجري للمتسابقين. طبعا المسار الأولاني للدراجات الهوائية راح يكون في حدود 21 كيلو. انطلاقة الجري من نادي راس الأرض إلى نادي الشعب البحري راح تكون في حدود 6 كيلو. ومن نادي الشعب راح يصير على البلاج اللي هي السباحة داخل البحر والعودة على مسافة 2 كيلو. هل تم فتح باب التسجيل لهذه البطولة أستاذ خالد؟ نعم، حاليا باب التسجيل مفتوح لكل من يرغب. نقاط التسجيل هي مشروعات سياحية وأيضا طبعا مرافقها المتعددة وأيضا مرافق أو مواقع شركة المعاشرجي المكدونالد، راح يكون في هناك أيضا استمارات للمشاركة. طبعا شركة المعاشرجي للتجزئات الغذائية هم من الرعاة الأساسيين لهذا السباق في المشروعات السياحية، وطبعا مشاركتهم معنا مشكورة جدا. ونتمنى أيضا نشوف الدعم من جهات أخرى. طبعا ما ننسى نشكر الجهات الثانية اللي مساندتنا اللي هي الجهات الخدمية كوزارة الداخلية، جمعية الهلال الأحمر، الإنقاذ الطبية، هذول كلهم جهات أيضا مساندينا في السباق هذا، بالإضافة طبعا جهود المشكورة للوسائل الإعلامية من صحافة وإذاعة وتلفزيون. هل هناك شروط معينة أخوي خالد يعني وضعتوها لكل شخص يريد المشاركة في هذه البطولة؟ احنا كشروط الشرط الأساسي انه يكون متسابق من سن 14 سنة الى فوق، ما تم تحديد السقف اعلى للسن، كون هناك متسابقين ايضا يتمتعون بلياقة بدنية عالية ويكون ايضا سنهم كبير، فهذه بالنسبة للشرط الأساسي. إضافة طبعا إلى أيضا اللي هو في الشرط الفحص الطبي، أنه لازم الكل يكون مستوى في استمارة الفحص الطبي ومعتمدة بأن لياقته البدنية تسمح له بالمشاركة في هذا السباق. هل يعني من خلال يعني حديثنا معك أخوي خالد عرفنا أن مسافة طويلة، هل يقابلها يعني جوائز قيمة تتوافق مع طول هالمسافة وهالتعب وهالمشقة اللي راح يؤديها المتسابق حتى يحصل على المراكز الأولى؟ جوائزنا أعتقد راح تكون جدا جدا مناسبة. احنا رصدنا للمركز الأول 1000 دينار بالإضافة للجوائز العينية ككأس وشهادات مشاركة.
للمركز الثاني 800 دينار والمركز الثالث 500 دينار. فأنا أعتقد أن يعني حجم الجوائز أو المبلغ المرصود مبلغ مو بسيط، ونتمنى أن يكون هذا أيضا حافز لزيادة المشاركة من قبل الجميع. هل راح تكون هناك لقاءات تنويرية مع المتسابقين قبل الانطلاق الحقيقية؟ نعم، راح يكون هناك في لقاء تنويري يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله قبل بداية السباق بيومين، وراح أيضا نستشف من بعض المتسابقين. يعني هذه السباق أو مسابقة تحصل أول مرة بالكويت على هذا المستوى، فقد يكون هناك بعض الآراء وبعض الأمور اللي يمكن خفت علينا إحنا، فنشوفها من خلال المتسابقين نفسهم أن يبدون بعض النقاط، وإذا شفنا أن فعلا في حاجة لإضافة بعض الأمور للمسابقة هذه ما يمنع، بالعكس إحنا نستقبل أي رأي. هل سيطرح مثلا النقاش حول مشاركة النساء في هذه البطولة؟ هذه طرحت يمكن من خلال يعني بعض الآراء اللي وصلتنا، طرح موضوع مشاركة النساء فيها. احنا لأول مرة ننظم هذا السباق، لازلنا نجهل بعض الخلفيات اللي قد تكون أساسية في هذا السباق. على سبيل المثال أنه راح يكون التبديل لما يوصل مثلا بغير من الدراجة إلى الجري، هناك لبس خاص، هناك بعض التجهيزات اللي يكون في الموقع وفي حينها يتم استبدالها ويتم تغييرها. أيضا لما يوصل لمرحلة السباحة في نادي الشعب البحري، راح يكون أيضا في الموقع اللي على أساس يخدمه عامل السرعة وعامل الوقت، فلا بد أن يكون هناك التغيير في حينها، أن مثلا يفسخ الحذاء، يغير مثلا الملابس اللي عليه، يمكن قد يكون لابس شورت، يبي يكون لابس بدلة سباحة مايو. فهني يمكن العنصر الرجالي يكون السهولة والسلاسة فيها أكثر، العنصر النسائي لا، يمكن يحتاج إلى بعض التجهيزات وبعض الأماكن المخصصة لهذا الأمر. لكن ما يمنع، إحنا حاليا بديناها بفئة الرجال ورح نستشف الرأي، قد يكون استباقنا العام القادم لا نضيف يتم إضافة العنصر النسائي اللي... على طاري السباحة أستاذ خالد، هل راح تكون السباحة بالبحر ولا من خلال الأحواض الموجودة في نادي الشعب البحري؟ يعني لا، راح تكون في البحر. احنا راعينا فيها ايضا المتغيرات اللي تحصل كعوامل جوية، في حال انه والله كان الهواء اكثر من اللازم، ويمكن يكون في تيارات مائية قوية او موج عالي، نادي الشعب البحري يحمي او الحماية الصخرية اللي تصير على يمين وشمال، على جنوب وشمال النادي، تحميه من التيارات المائية بشكل كبير. فلو كان الجو مناسب راح يتم فتح الحاجز المائي على أساس تصير الانطلاقة إلى الأمام داخل البحر. إذا كانت التيارات المائية قوية والجو ما خدمنا فيها، راح يكون السباحة من خلال أيضا منطقة البحر أو الشاطئ، راح يكون في اتجاه العرض بدل ما يكون في اتجاه إلى داخل البحر. سؤال أخير أستاذ خالد، هل الدرجات الهوائية راح توفرها شركة المشروعات السياحية أم متروكة للمتسابق؟ وأيضا الاستمارة هل عليها رسوم؟ بالنسبة للدراجات الهوائية لا، ما راح يتم توفيرها من قبلنا، كون أن هذه أمور خصوصية أو أمور خاصة في كل متسابق. كل متسابق له دراجته اللي هو متمرن عليها وعارف أسلوبه بقيادتها، فهذه لازم أن تكون دراجة خاصة في المتسابق. أما في موضوع استمارات المشاركة، المشاركة مجانية للكل، ما راح يكون في أي رسوم للاشتراك. قبل الختام نحب نذكر كل شخص يرغب في المشاركة في بطولة شركة المشروعات السياحية الأولى للرياضة المتنوعة، نقول له استمارة التسجيل موجودة في مركز المعلومات وأيضا في النوادي والشواطئ التابعة لشركة المشروعات السياحية. البطولة راح تنطلق يوم 22 من الشهر الحالي. من خلال نحن أصدقائك راح تكون لنا متابعة لهذه البطولة التي تقام لأول مرة في دولة الكويت وتنظمها شركة المشروعات السياحية. الأسبوع المقبل إن شاء الله لنا لقاء. مع السلامة. Thank you.
الله.